السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح مع بعض مفرش تريكو على شكل مستطيل. كتير منكم طلبوا مني اني انزل مفرش على شكل مستطيل، فانا تنفيذا لرغباتكم نزلت الفيديو ده. هنشوف مع بعض ان المفرش بيتكون عندي من وحدة. الوحدة دي بتبقى عبارة عن 20 سطر. ال20 سطر بيتكرروا على حسب الطول اللي انا عايزاه. كمان في قبل الوحدة بيبقى عندي 6 سطور بنشتغلهم بالغرزة العدم، مش بيتكرروا تاني. ناخد بالنا ان في عندي 12 غرزة في المنتصف، دول بشتغلهم عدل في الامام مقلوب في الخلف. يبقى تاني انا بشتغل 6 سطور بالغرزة العدل ما بيتكرروش، بقرن بعديهم 20 سطر على حسب الطول اللي انا عايزاه. التقسيمة كلها بتبقى في السطور الخلفية، اما السطور الامامية فبنشتغلها كلها بالغرزة العدل. لكن في ملحوظة صغيرة ناخد بالنا ان ال12 غرزة اللي في المنتصف بنيجي قبليهم ب3 غرز، نشتغل ال3 غرز دولم 2 عدل معا ولفة وغرزة عدل. وبعد ال12 غرزة العدل بيبقى بعديهم 3 غرز برضو بنشتغل غرزة عدل ولفة و2 عدل معا. هي دي الملحوظة الصغيرة اللي هي في السطور الأمامية، غير كده بنشتغل كله بالغرزة العدل. يبقى ناخد بالنا بس من السطور الخلفية، لكن السطور الأمامية هي ثابتة مفيش فيها أي اختلاف. يبقى احنا كده قلنا ان السطور الامامية عندي بنشتغلها بالغرزة العدل. هنشوف مع بعض المفرش من الخلف، ده بيكون شكله. طبعا احنا هنركز في تقسيمة المفرش من الخلف ونشوف مع بعض شرح المفرش خطوة بخطوة. بسم الله. هنبدأ مع بعض وهنشتغل أول سطر في ال6 سطور اللي هم هنشتغلهم بالغرزة العدل، ودول مش هيتكرروا معايا تاني. هنشتغل 6 سطور في بداية المفرش ونختم برضو ب6 سطور. هنبدأ على 40 غرزة، هنشتغل من أول غرزة حتى آخر غرزة بالغرزة العدل. يبقى احنا هنبدأ على 40 غرزة، هنشتغل في بداية المفرش 6 سطور بالغرزة العدل في الامام وفي الخلف. هنختم بعد كده بعد ما نخلص الوحدة اللي بتتكون عندي من 20 سطر، هنختم ب6 سطور برضو بالغرزة العدل. يبقى بعد ما اخلص الطول اللي انا عايزاه هنختم ب6 سطور بالغرزة العدل. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل اول سطر في ال6 سطور بالغرزة العدل. انا كده خلصت 6 سطور، اشتغلت في الامام وفي الخلف بالغرزة العدل على 40 غرزة. هنبدأ بعد ال6 سطور هنبدأ في الوحدة اللي هي بتتكون عندي من 20 سطر. هنشتغل السطر الاول من السطور الخلفية، التقسيمة كلها في السطور الخلفية. هنبدأ ب3 غرز بالغرزة العدل، ناخد بالنا من التقسيمة كويس. بعد كده هنعمل لفة وهنشتغل 2 عدل معا، يبقى هناخد الغرزتين دول مع بعض في غرزة واحدة عدل. هنعمل لفة وهشتغل 5 غرز عدل. ناخد بالنا ان السطر الاول هينتهي وهنكون مزودين غرزتين. بعد كده هاخد الغرزتين دولم 2 عدل معا. هعمل لفة وهشتغل 2 عدل، يعني كل غرزة لوحديها عدل. بعد كده ال12 غرزة اللي هشتغلهم دلوقتي مقلوب هيكونوا ثابتين عندي في كل السطور الخلفية، هشتغلهم بالغرزة المقلوب. في السطور الأمامية هشتغلهم بالغرزة العدل. ودولم ال12 غرزة اللي انا قلتها في بداية الفيديو اني هيكون قبليهم 3 غرز وبعديهم 3 غرز، ده في السطور الامامية هيكون ليهم طريقة تانية مختلفة. يبقى احنا دلوقتي ال12 غرزة دولم هيبقوا ثابتين عندي في السطور الامامية
بالغرزة العدل، في السطور الخلفية بالغرزة المقلوب. أنا كده خلصت ال 12 غرزة، يبقى دول ثابتين عندي في السطور الخلفية، هشتغلهم دايما بالغرزة المقلوب. بعد كده هنكمل بقية الغرز اللي متبقية عندي، بس ناخد بالنا ان هيكون في الامام ال 12 غرزة بالغرزة العدل. هشتغل بعد كده 2 عدل، هنعمل لفة وهدخل الابرة في الغرزتين مع بعض واخدهم 2 عدل معا. هنشتغل 5 غرز عدل، هعمل لفة وهدخل الابرة في الغرزتين مع بعض واخدهم 2 عدل معا. هنعمل لفة وهشتغل اخر 3 غرز بالغرزة العدل. وبكده يكون السطر الاول عندي انتهى، السطر الاول من السطور الخلفية. انا كده مزودة عندي على الغرز 2 يعني غرزتين زيادة، يبقى مجموع الغرز عندي 42 غرزة. كنا بادئين ب40 غرزة، زودنا عليهم في السطر الاول غرزتين. هنبدأ وهنشتغل السطر التاني من السطور الأمامية، وخلينا نتفق مع بعض ان كل السطور الأمامية هتكون بنفس نظام شغل السطر التاني. هنشتغل كل الغرز عندي بالغرزة العدل، معادة في 3 غرز قبل ال 12 غرزة اللي هما في المنتصف، والثلاث غرز اللي بعد ال 12 غرزة اللي في المنتصف. الثلاث غرز اللي قبل ال 12 غرزة هنشتغل 2 عدل معا، لفة غرزة عدل. الثلاث غرز اللي بعد ال 12 غرزة اللي في المنتصف هنشتغل غرزة عدل، لفة، 2 عدل معا. غير كده مفيش اي اختلاف، هنمشي كل الغرز بالغرزة العدل. ناخد بالنا كويس من السطر التاني، يبقى هنبدأ مع بعض وهنشتغل 12 غرزة هيكونوا بالغرزة العدل في بداية السطر الثاني. هيبقى عندي بعد ال 12 غرزة اللي في الأول هيبقى فاضل 3 غرز، هشتغل الثلاث غرز 2 عدل معا، لفة وغرزة عدل. بعد كده هاجي اشتغل ال 12 غرزة اللي في المنتصف، هشتغلهم عدل. هيبقى الثلاث غرز اللي بعد ال 12 غرزة اللي في المنتصف هشتغل غرزة عدل، لفة، 2 عدل معا. وبعد كده اكمل بقية السطر بالغرزة العدل. يبقى انا كده خلصت ووصلت للثلاث غرز. يبقى بدأنا السطر الثاني بالغرزة العدل لغاية ما اوصل عند الثلاث غرز اللي قبل ال 12 غرزة اللي في المنتصف. هشتغلهم ازاي؟ 2 عدل معا، يبقى هاخد الغرزتين دول مع بعض 2 عدل معا. بعد كده هعمل لفة وهشتغل غرزة عدل. يبقى هما دول التلات غرز اللي قبل ال 12 غرزة اللي في المنتصف، دول ثابتين على طول في السطور الأمامية. بنفس الطريقة هشتغلهم. هكمل بعد كده ال 12 غرزة اللي في المنتصف اللي أنا بشتغلهم في الخلف بالغرزة المقلوب، هشتغلهم في الأمام بالغرزة العدل. معلش انا يعني اذا كنت طولت عليكم في شرح السطر التاني، فهو اساس السطور الامامية كلها. ناخد بالنا بس من الملحوظة الصغيرة دي. كده انا خلصت 12 غرزة في المنتصف، التلات غرز اللي بعديهم هشتغل غرزة عدل، هعمل لفة، وبعد كده هاخد الغرزتين دولم 2 عدل معا. يبقى في 3 غرز قبل ال 12 غرزة اللي في المنتصف، وفي 3 غرز بعد ال 12 غرزة اللي في المنتصف، هيكونوا بنفس النظام اللي احنا شفناه. هي دي الطريقة بتاعت كل السطور الأمامية. يبقى احنا هنكمل بقية السطر بالغرزة العدل. ما ننساش ان احنا زودنا في السطر الأول، زودنا غرزتين، يعني احنا هيخلص السطر الثاني ومجموع الغرز عندي 42 غرزة. يبقى انا كده عندي السطر الثاني كده عندي انتهى، اشتغلته كله بالغرزة العدل.
كان شفنا مع بعض الثلاث غرز اللي قبل ال 12 غرزة اللي في المنتصف، والثلاث غرز اللي بعديهم هيكونوا ثابتين عندي بنفس الطريقة في كل السطور الأمامية. هنشتغل السطر الثالث وهنشوف تقسيمه. هنشتغل في بداية السطر ثلاث غرز بالغرزة العدل، هنعمل لفة وهاخد الغرزتين مع بعض اتنين عدل معا، يبقى هدخل ابرة في الغرزتين واخدهم في غرزة واحدة عدل، هعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، لفة وهشتغل اربع غرز بالغرزة العدل. بعد كده هشتغل اتنين عدل معا، لفة واتنين عدل، غرزة عدل والتانية عدل. انا كده وصلت لل 12 غرزة اللي هما ثابتين عندي مقلوب في الخلف، هشتغل ال 12 غرزة مقلوب في الخلف. يبقى تاني بدأنا السطر تلاتة عدل لفة اتنين عدل معا، لفة اتنين عدل معا، لفة اربع غرز عدل، اتنين عدل معا، لفة اتنين عدل. وبعد كده احنا دلوقتي بنشتغل 12 غرزة مقلوب. كده خلصوا، هشتغل اتنين عدل، هعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، وبعد كده هشتغل اربع غرز عدل، هنعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، لفة اتنين عدل معا، لفة وهشتغل تلات غرز عدل. وبكده يكون عندي السطر التالت عندي انتهى. السطر التالت هيخلص ومجموع الغرز عندي 44 غرزة، يبقى انا كده زودت غرزتين في السطر التالت. السطر الرابع، هنقول تقسيمة السطر الرابع، هنشتغل 13 غرزة بالغرزة العدل، اتنين عدل معا، لفة، 14 غرزة عدل، لفة، اتنين عدل معا، وبعد كده 13 غرزة عدل. هي دي تقسيمة السطر الرابع، شغله هيكون زي شغل السطر التاني ولكن هيكون في زيادة للغرز. هنبدأ مع بعض السطر الخامس من السطور الخلفية، وهنشتغل ثلاث غرز عدل، هنعمل لفة وهنشتغل اتنين عدل معا، هنعمل لفة ومرة تانية اتنين عدل معا، لفة ومرة تالتة اتنين عدل معا، لفة بس، هنشتغل بعد كده تلات غرز عدل. هنشتغل الغرزتين دول مع بعض اتنين عدل معا، لفة، وبعد كده هشتغل اتنين عدل، كل غرزة لوحديها عدل. يبقى اول واحدة عدل، تاني عدل، يبقى عملنا غرزتين عدل. كده احنا جينا لل 12 غرزة اللي هم ثابتين بنشتغلهم بالغرزة المقلوب. يبقى اقول تقسيمة السطر الخامس في بدايته تلات غرز عدل، لفة، اتنين عدل معا، لفة، اتنين عدل معا، لفة، اتنين عدل معا، لفة، تلات غرز عدل، اتنين عدل معا، لفة،
اتنين عدل. ودلوقتي احنا بنشتغل 12 غرزة مقلوب، وهيكون بعديهم في تقسيمة تانية. هنبدأ في التقسيمة الجزء الأخير للسطر الخامس، هنشتغل غرزتين عدل، هنعمل لفة، هاخد الغرزتين دول في غرزة واحدة عدل، هشتغل ثلاث غرز عدل، هنعمل لفة وبعد كده اتنين عدل معا، لفة المرة التانية اتنين عدل معا، لفة للمرة التالتة اتنين عدل معا، لفة، وهنشتغل ثلاث غرز عدل. يبقى كده عندي السطر الخامس كده انتهى، وانا مزودة غرزتين، يبقى مجموع الغرز عندي 46 غرزة. السطر السادس من السطور الامامية، وهنقول برضو تقسيمته، هنشتغل 14 غرزة بالغرزة العدل، بعد كده اتنين عدل معا، لفة 14 غرزة بالغرزة العدل، لفة اتنين عدل معا، 14 غرزة بالغرزة العدل. يبقى هي دي تقسيمة السطر السادس من السطور الأمامية، وهيكون شغله برضو زي شغل السطر التاني. هي هنبدأ في السطر السابع، وهنشتغل في بدايته برضو ثلاث غرز عدل. يبقى هنشتغل أول السطر السابع ثلاث غرز عدل، بعد كده هنعمل أربع مرات لفة واتنين عدل معا. يبقى دي أول مرة لفة اتنين عدل معا، المرة التانية لفة واتنين عدل معا، المرة التالتة لفة واتنين عدل معا، المرة الرابعة لفة واتنين عدل معا، ودي آخر مرة. هعمل لفة بس هشتغل غرزتين عدل كل غرزة لوحديها. هاخد الغرزتين دولم اتنين عدل معا، لفة، وبعد كده هشتغل اتنين عدل. كده انا خلصت اول تقسيمة، وصلت للاتناشر غرزة هشتغلهم بالغرزة المقلوب. يبقى انا كده خلصت اول تقسيمة في السطر السابع، ناقص التقسيمة التانية اللي هي بعد الاتناشر غرزة بالغرزة المقلوب، بتكون نفس تقسيمة بداية السطر ولكن عكسي. يبقى تاني نقول تقسيمة بداية السطر السابع تلات غرز عدل، اربع مرات لفة واتنين عدل معا، بعد كده بنعمل لفة وبنشتغل اتنين عدل واتنين عدل معا، لفة واتنين عدل، وبنشتغل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. كده وصلنا للتقسيمة التانية، هنشتغل مع بعض اتنين عدل، هنعمل لفة وهنشتغل اتنين عدل معا، اتنين عدل كل غرزة لوحديها، هاجي اعمل اربع مرات لفة واتنين عدل معا. يبقى دي اول مرة لفة وبعد كده اتنين عدل معا، مرة التانية لفة واتنين عدل معا، المرة التالتة لفة واتنين عدل معا، المرة الرابعة والاخيرة لفة واتنين عدل معا. هعمل لفة بس هشتغل ثلاث غرز عدل. كده يكون السطر السابع عندي انتهى، وبرضو انا مزودة غرزتين. يبقى انا عندي مجموع الغرز في نهاية السطر السابع هتكون 48 غرزة. السطر الثامن من سطور الزوجية او السطور الامامية، هنبدأ وهنقسم برضو، نقول التقسيمة، هنشتغل 15 غرزة بالغرزة العدل، اتنين عدل معا لفة،
14 غرزة بالغرزة العدل، لفة 2 عدل معا 15 غرزة بالغرزة العدل. شغل السطر الثامن هيكون نفس طريقة شغل السطر الثاني. السطر التاسع من السطور الخلفية، وهنشتغل في بدايته 3 غرز عدل، هنيجي بعد كده 5 مرات نعمل لفة واتنين عدل معا. ده أول مرة لفة واتنين عدل معا، المرة التانية لفة واتنين عدل معا، المرة التالتة لفة واتنين عدل معا، المرة الرابعة لفة واتنين عدل معا، المرة الخامسة والأخيرة لفة واتنين عدل معا. خلصت كده 5 مرات، هعمل لفة وغرزة عدل، وهشتغل الغرزتين دول 2 عدل معا. يبقى أنا هشتغل الغرزتين اللي جايين 2 عدل معا، هعمل لفة وهشتغل 2 عدل. يبقى كده التقسيمة الأولى في بداية السطر التاسع كده انتهت، وصلنا لل 12 غرزة اللي هشتغلهم بالغرزة المقلوبة. يبقى أقول مرة تانية، تقسيمة 3 غرز عدل، 5 مرات لفة واتنين عدل معا، بعد كده لفة غرزة عدل، 2 عدل معا، لفة 2 عدل. تقسيمة التانية اللي هي في نهاية السطر التاسع بتكون زي تقسيمة بداية السطر التاسع، ولكن بتكون بالعكس. كده خلصوا عندي ال 12 غرزة بالغرزة المقلوبة. هنبدأ في التقسيمة التانية، نشتغل 2 عدل، هنعمل لفة واتنين عدل معا، غرزة واحدة بس عدل، وهاجي اعمل 5 مرات لفة واتنين عدل معا. اول مرة لفة واتنين عدل معا، تاني مرة لفة واتنين عدل معا، تالت مرة لفة واتنين عدل معا، رابع مرة لفة واتنين عدل معا، آخر مرة ودي المرة الخامسة لفة واتنين عدل معا. بعد كده هعمل لفة بس هشتغل 3 غرز عدل. يبقى أنا هعمل قبل ما اشتغل 3 غرز هنعمل لفة وهشتغل 3 غرز عدل. يبقى كده عندي تقسيمة السطر التاسع كده انتهت، وأنا طبعا مزودة غرزتين، يبقى عدد الغرز عندي في نهاية السطر التاسع هتكون 50 غرزة. هنشتغل السطر العاشر وهقول تقسيمته. هنبدأ وهنشتغل 16 غرزة بالغرزة العدل، بعد كده 2 عدل معا، لفة، 14 غرزة بالغرزة العدل، لفة، 2 عدل معا، 16 غرزة بالغرزة العدل. شغل السطر العاشر هيكون زي شغل السطر الثاني، ولكن طبعا هيكون في زيادة للغرز. هنبدأ السطر الحداشر، ومن أول السطر دوت هنبدأ نقص غرزتين في السطور الخلفية. هنشتغل 2 عدل في بداية السطر الحداشر، بعد كده هنكرر 5 مرات 2 عدل مع اللفة. يبقى هنعمل مع بعض، أول مرة 2 عدل معا، لفة، تاني مرة 2 عدل معا، لفة، تالت مرة 2 عدل معا، لفة، رابع مرة 2 عدل معا، لفة، آخر مرة 2 عدل معا،
لفة كده، خلصوا عندي الخمس مرات. هاجي اشتغل اتنين عدل معا، وبعد كده هشتغل غرزة واحدة بس عدل، اتنين عدل معا، يبقى هدخل الابرة في الغرزتين واخدهم في غرزة واحدة، هعمل لفة وهشتغل اتنين عدل. يبقى انا كده خلصت التقسيمة الاولانية اللي هي في بداية السطر ال11. كده انا وصلت ل12 غرزة هشتغلهم بالغرزة المقلوب. يبقى مرة تانية نقول تقسيمة الغرز في بداية السطر ال11، اتنين عدل، خمس مرات اتنين عدل مع لفة، بعد كده اتنين عدل مع غرزة عدل، اتنين عدل مع لفة، اتنين عدل. ودلوقتي بنشتغل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. بعد ما يخلصوا هنعمل التقسيمة التانية اللي هي بتبقى عكس تقسيمة بداية السطر. كده انا عندي خلصوا 12 غرزة بالغرزة المقلوب. هنبدأ وهنشتغل اتنين عدل، هنعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، بعد كده غرزة واحدة بس عدل، وهشتغل خمس مرات اتنين عدل معا ولفة. يبقى دي اول مرة اتنين عدل معا لفة، تاني مرة اتنين عدل معا لفة، تالت مرة اتنين عدل معا لفة، رابع مرة اتنين عدل معا لفة، واخر مرة اتنين عدل معا لفة. يبقى كده خلصوا الخمس مرات. هنعمل بعد كده اتنين عدل معا، وهشتغل اخر غرزتين كل غرزة لوحديها عدل. يبقى انا كده خلص عندي السطر ال11 وانا منقصة غرزتين، يبقى هيبقى مجموع الغرز عندي 48 غرزة. السطر ال12 من السطور الامامية، وتقسيمة السطر ال12 هنشتغل 15 غرزة بالغرزة العدل، اتنين عدل معا لفة، 14 غرزة بالغرزة العدل لفة، اتنين عدل معا، 15 غرزة بالغرزة العدل. السطر ال13 من السطور الخلفية، وهنبدأ وهنشتغل اتنين عدل، بعد كده هعمل اربع مرات اتنين عدل معا ولفة. يبقى هشتغل اول مرة اتنين عدل معا لفة، تاني مرة اتنين عدل معا لفة، تالت مرة اتنين عدل معا لفة، ورابع مرة ودي الأخيرة اتنين عدل معا لفة. بعد كده هشتغل اتنين عدل معا، وهشتغل اتنين عدل كل غرزة لوحديها عدل، هشتغل دولم اتنين عدل معا، هنعمل لفة وهشتغل اتنين عدل. يبقى كده التقسيمة في بداية السطر ال13 كده انتهت. احنا وصلنا ل12 غرزة بالغرزة المقلوب. اقول مرة تانية تقسيمة بداية السطر ال13، اتنين عدل، اربع مرات اتنين عدل مع لفة، بعد كده اتنين عدل معا، اتنين عدل، اتنين عدل مع لفة، اتنين عدل. ودلوقتي بنشتغل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. بعد ما يخلصوا هنبدأ في التقسيمة التانية، هتكون نفس تقسيمة بداية السطر 13 ولكن بالعكس. كده أنا عندي 12 غرزة كده خلصوا. هنبدأ وهنشتغل 2 عدل لفة، 2 عدل معا، غرزتين عدل، واربع مرات اتنين عدل معا ولفة. يبقى دي اول مرة اتنين عدل معا لفة،
تاني مرة اتنين عدل معا، لفة، تالت مرة اتنين عدل معا، لفة، رابع مرة اتنين عدل معا، لفة، دي اخر مرة كده هشتغل اتنين عدل معا، وبعد كده اخر غرزتين هشتغلهم عدل كل غرزة لوحديها. يبقى كده السطر 13 عندي انتهى، وبرضو انا نقصها غرزتين يبقى مجموع الغرز 46 غرزة. السطر 14 من السطور الأمامية، وهنقول تقسيمته مع بعض. هنشتغل 14 غرزة بالغرزة العدل، 2 عدل معا لفة، 14 غرزة بالغرزة العدل لفة، 2 عدل معا، 14 غرزة عدل. هي دي تقسيمة السطر رقم 14، شغله هيكون زي شغل السطر التاني. هنبدأ مع بعض السطر 15 من السطور الخلفية، وهنشتغل أول غرزتين بالغرزة العدل. بعد كده هيبقى عندي 3 مرات 2 عدل معا لفة. هنعمل أول مرة 2 عدل معا، لفة، تاني مرة 2 عدل معا، لفة، تالت مرة 2 عدل معا، لفة. كده خلصوا 3 مرات. هشتغل 2 عدل معا، بعد كده هشتغل 3 غرز عدل، هاخد الغرزتين دولم 2 عدل معا، لفة، وهشتغل غرزتين عدل. يبقى كده تقسيمة بداية السطر رقم 15 كده عندي انتهت. احنا وصلنا ل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. هقولهم مرة تانية، 2 عدل، 3 مرات 2 عدل مع اللفة، بعد كده 2 عدل معا، 3 غرز عدل، 2 عدل معا لفة، 2 عدل. ودلوقتي بنشتغل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. بعد ما يخلصوا هنعمل نفس تقسيمة بداية السطر رقم 15 ولكن بالعكس. هينتهي برضو السطر رقم 15 وانا منقصها غرزتين، يعني المجموع هيكون 44 غرزة. هنبدأ مع بعض في التقسيمة التانية، وهنشتغل اول غرزتين بالغرزتين، طبعا هيكونوا غرزتين عدل، بعد كده لفة، 2 عدل معا، تلات غرز عدل، تلات مرات هيبقى 2 عدل معا ولفة. يبقى دي أول مرة 2 عدل معا، لفة، تاني مرة 2 عدل معا، لفة، تالت مرة ودي آخر مرة 2 عدل معا، لفة، بعد كده 2 عدل معا، وهيتبقى عندي غرزتين هشتغلهم كل غرزة لوحديها عدل. يبقى كده عندي السطر 15 كده عندي انتهى. انا كده منقصة غرزتين، يبقى مجموع الغرز عندي 44 غرزة. السطر 16 من السطور الأمامية، وهنقول تقسيمته مع بعض. هنشتغل 13 غرزة بالغرزة العدل، 2 عدل معا لفة، 14 غرزة عدل، لفة، 2 عدل معا، 13 غرزة بالغرزة العدل. شغل السطر 16 هيكون زي شغل السطر التاني. السطر 17 من السطور الخلفية، هنبدأ برضو بغرزتين عدل، بعد كده مرتين 2 عدل معا ولفة. يبقى أول مرة 2 عدل معا، لفة، تاني مرة 2 عدل معا، لفة. كده خلصوا المرتين. هشتغل 2 عدل معا، هشتغل 4 غرز عدل،
هاخد الغرزتين دول مع بعض في غرزة واحدة، يبقى اتنين عدل معا. هنعمل لفة وهشتغل اتنين عدل، كل غرزة لوحديها عدل. انا كده وصلت للاتناشر غرزة هشتغلهم بالغرزة المقلوب. يبقى تقسيمة بداية السطر رقم 17 كده عندي انتهت. نقولها مرة تانية، اتنين عدل مرتين، اتنين عدل مع اللفة، بعد كده اتنين عدل معا، اربع غرز عدل، اتنين عدل معا لفة، اتنين عدل. ودلوقتي بنشتغل اتناشر غرزة بالغرزة المقلوب. بعد ما يخلصوا هنبدأ في التقسيمة التانية اللي هي نفس تقسيم بداية السطر ولكن بالعكس. يبقى هنبدأ في التقسيمة وهنشتغل اتنين عدل، هنعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، اربع غرز بالغرزة العدل، برضو هشتغل مرتين اتنين عدل معا ولفة. يبقى دي اول مرة اتنين عدل معا لفة، تاني مرة اتنين عدل معا لفة، هاخد الغرزتين دولم اتنين عدل معا، واخر غرزتين هاخدهم اتنين عدل. وبكده يكون السطر رقم 17 عندي انتهى، ومجموع الغرز هيبقى 42 غرزة. السطر رقم 18 من السطور الأمامية، وهنقول تقسيمته مع بعض. هنشتغل 12 غرزة بالغرزة العدل، 2 عدل معا لفة، 14 غرزة بالغرزة العدل لفة، 2 عدل معا، وبعد كده 12 غرزة بالغرزة العدل. شغل السطر رقم 18 هيكون زي شغل السطر رقم 12. وصلنا مع بعض لاخر سطر من السطور الخلفية، وهو السطر رقم 19. هنبدأ وهنشتغل اتنين عدل، هنشتغل بعد كده اتنين عدل معا، هنعمل لفة وبعد كده اتنين عدل معا، هنشتغل خمس غرز عدل. في السطر رقم 19 هيرجع العدد الأصلي اللي احنا بدأنا بيه وهو 40 غرزة. كده خلصوا خلاص الخمس غرز عدل. هناخد الغرزتين دول مع بعض اتنين عدل معا، هعمل لفة وهشتغل غرزتين عدل. يبقى كده بداية السطر رقم 19 خلص، اللي هي التقسيمة الأولى. وصلنا ل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. أقول مرة تانية، بداية السطر رقم 19 اشتغلنا 2 عدل، 2 عدل معا لفة، 2 عدل معا، 5 غرز عدل، 2 عدل معا لفة، 2 عدل. ودلوقتي بنشتغل 12 غرزة بالغرزة المقلوب. يبقى احنا بعد ما يخلص السطر رقم 19 مجموع الغرز عندي هيكون 40 غرزة زي ما احنا بدأنا. هنبدأ في التقسيمة التانية، هنشتغل اتنين عدل، هعمل لفة وهشتغل اتنين عدل معا، بعد كده هشتغل خمس غرز بالغرزة العدل، هاخد الغرزتين دول مع بعض اتنين عدل معا لفة، اتنين عدل معا، وهشتغل اخر غرزتين بالغرزة العدل. يبقى كده عندي السطر رقم 19 عندي كده انتهى، عدد الغرز فيه 40 غرزة. سطر رقم 20 ده آخر سطر عندي في نموذج العينة. بعد ما يخلص هنبدأ نكرر من السطر الأول حتى السطر رقم 20. هنقول تقسيمته مع بعض، هشتغل 11 غرزة بالغرزة العدل، 2 عدل معا لفة، 14 غرزة بالغرزة العدل لفة، 2 عدل معا، 11 غرزة بالغرزة العدل. وبكده يكون نموذج العينة عندي انتهت. اشتغلنا على 40 غرزة، بدأنا بست سطور بالغرزة العدل، بعد كده بدأنا في نموذج العينة اللي بيكون عندي من 20 سطر. شفنا مع بعض السطور الأمامية والسطور الخلفية، 20 غرزة دول
انا هكررهم على حسب الطول اللي انا عايزاه. بعد ما اخلص الطول اللي انا عايزاه هنختم بست سطور بالغرزة العدل. يبقى مرة تانية السطور اللي هتتكرر عندي هم 20 سطر. شفنا مع بعض السطور الامامية والسطور الخلفية، هنكررهم على حسب الطول اللي احنا عايزين. زي ما انتم شايفين معايا انا كده وصلت للطول المناسب اللي انا عايزاه. كررت العينة اللي بتتكون عندي من 20 سطر، كررتها لغاية ما وقفت بالشغل للطول اللي انا عايزاه. وده الشكل النهائي بعد ما كررت العينة اكتر من مرة. طبعا تكرار العينة او الطول ده بيكون متروك لكل واحدة فيكم على حسب الطول المناسب اللي هي عايزاه. اللي بيتكرر هي 20 سطر. بنيجي بعد ما نخلص ونكرر 20 سطر، بعد كده بنيجي نختم بست سطور بالغرزة العدل. يبقى احنا في نهاية المفرش بنشتغل 6 سطور وبعد كده بنقفل الغرز. يبقى احنا مع بعض هنقفل الغرز، وعدد الغرز عندي 40 غرزة. هنيجي اول غرزة هنقلها ونشتغل التانية غرزة عدل، هنقفل الغرزة الاولى على الغرزة التانية. هو ده دي طريقة طبعا القفل الغرز. هنخلص القفل الغرز بنفس النظام لغاية ما يخلصوا 40 غرزة. وده الشكل النهائي للمفرش. طبعا اقول مرة تانية ان احنا بنكرر 20 سطر. 6 سطور اللي في الاول بنشتغلهم مرة واحدة بالغرزة العدل، بنيجي نختم بعد كده 6 سطور برضو بالغرزة العدل. اللي بيتكرر عندي هو 20 سطر. وكده يكون عندي المفرش انتهى. ارجو ان يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.